أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الأحبة، فمع الصفة الثالثة من صفات الفرد المسلم الذي إن صلح صلح المجتمع وصلحت الأمة كلها. أخذنا الصفة الأولى أنه سليم العقيدة، الصفة الثانية أنه صحيح العبادة، الصفة الثالثة أنه متين الخلق. والمتين من المتانة، يعني والقوة. والأخلاق هي الصفات الحميدة التي تكون طبيعة وسليقة في نفس الإنسان. وحسن الخلق والأخلاق إنما هي جزء لا يتجزأ من الإسلام، فالإسلام عبارة عن الإيمان والأخلاق والعبادات والمعاملات. الإسلام مكون من أربع: الإيمان بالله سبحانه وتعالى، العبادات التي يتعبد بها الإنسان لله، وتكلمنا عن سليم العقيدة صحيح العبادة، ثم الأخلاق والتي نتكلم عنها اليوم، ثم المعاملات كيف يتعامل وكيف يكون سلوكه مع الناس. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق. أثقل شيء يثقل موازين الحسنات هو حسن الخلق. ويقول صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم أو أحسنهم خلقاً. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن أقربكم مني مجلساً يوم القيامة أحاسنكم أخلاقاً. وقال صلى الله عليه وسلم: أكثر ما يدخل الجنة تقوى الله وحسن الخلق. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيضا: إن المؤمن يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. بحسن الأخلاق يدرك هذه المنزلة وتلك الدرجة. بل كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. بل حتى وهو ينظر في المرآة كان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم حسن خلقي كما حسنت خلقي. إذن نريد من الإنسان المسلم أن يهتم بأربعة أشياء تجاه الأخلاق. الشيء الأول أن يعلم أن الأخلاق جزء لا يتجزأ من الدين. ما ينفع أن يكون عنده عقيدة سليمة ويكون عنده عبادة صحيحة ثم هو بعد ذلك أخلاقه سيئة مع الناس. فالأخلاق لابد أن يعلم أنها جزء لا يتجزأ من الدين. ولذلك اختصر النبي صلى الله عليه وسلم الهدف من بعثته فقال ماذا؟ إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. والله عز وجل وصفه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. كيف يكون رحمة للعالمين وهو يؤذي الناس ولا يتعامل مع الناس بأخلاق سليمة؟ وأكبر دليل على أن الأخلاق جزء لا يتجزأ من الدين العبادات، أركان الإسلام. الصلاة ما حكمتها وغايتها؟ من أهدافها: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ومن لم تنهه صلاته عن فعل الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا، والعياذ بالله. وكذلك لو جئنا
لعبادة زي عبادة الصدقة، تجد أن الله عز وجل لماذا جعل الصدقة والإنفاق طهارة للنفس وتخلق بأخلاق حميدة مع المحتاج؟ خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ويقول سبحانه وتعالى: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. بل النبي صلى الله عليه وسلم يعد البسمة، تبسمك في وجه أخيك صدقة، إماطتك الأذى عن الطريق صدقة، إعانتك الرجل الضعيف لتعينه على دابته أو ليركب دابته لك بها صدقة، أمر بالمعروف صدقة، نهي عن المنكر صدقة. وكأن الأخلاق عبادات وجوهر العبادات. ولو جئنا لعبادة الصيام، ما الغاية من الصيام؟ كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول عن الرجل: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس حاجة لله في أن يدع طعامه وشرابه. ويقول: وإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني امرؤ صائم مرتين. إذن الصيام إن لم يؤدي الأخلاق لا عبرة به. كذلك الحج، الله عز وجل يقول: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. إذن العبادات أركان الإسلام الفرائض إنما غايتها وهدفها أن تتمم مكارم الأخلاق عند المسلم. ولذلك عندما يغيب هذا الأمر، إن الإنسان ما يعتبرش الأخلاق جزء من الدين، يحدث انفصام وانفصال في الشخصية. تجد أنه في الصلاة خاشع باكٍ تالٍ راكع ساجد متضرع لله، ما في ألطف ولا أفضل من هذا. فإذا خرج خارج المسجد كان شيطانا رجيما، سيسب يشتم يغش يخدع. أهذا دين؟ أهذا إسلام؟ الله موجود في المسجد وحاشاه سبحانه وبحمده غير موجود في خارج المسجد. ولذلك هذا الانفصال في الشخصية ينتج لنا شخصين، وده واقع. إما أن يعطيني عابد مجد مجتهد في الطاعة وسيء الخلق فلا ينفع في الإسلام، وإما أن يعطيني إنسان سنلة ولطيف وأخلاقه جميلة وغير عابد لله. لا هذا دين ولا هذا دين، هاتان صورتان تشوهان شكل الدين، أن يكون الإنسان عابد وسيء الخلق، أو يكون حسن الخلق وسيء العبادة، وهذا ليس من الإسلام في شيء. ولذا وأكبر دليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. الصحابة يقول: خاب وخسر، من هذا؟ قال: من بات شبعان وجاره إلى جاره جائع أو طاو وهو يعلم. كأن الأخلاق ما أغنت عن الإيمان ولا عن الدين. لما أساء الجوار لجاره ولم يقدم المعونة والمساعدة له. وإن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن خيرا أو ليصمت. إذن هذه الأخلاق إنما مبنية على الإيمان. وكما قال الإمام ابن تيمية أو ابن القيم قال: إنما الدين الخلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. ولما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، إن امرأة تذكر من كثرة صلاتها وصيامها، مشهورة بكثرة العبادة، غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها، قال: هي في النار. وفلانة تذكر من قلة صلاتها، لا تصلي إلا الفريضة ولا تتصدق إلا ببعض قطع الأقط أو الأثوار أو من الأقط، يعني قطع الجبن، غير أنها لا تؤذي جيرانها بلسانها،
فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي في الجنة. إذن يا أخوانا رقم واحد أعلم أن الأخلاق جزء من الدين، رقم اثنين ألا يكون عندي انفصال وانفصام في الشخصية، أكون في المسجد وفي العبادة إنسان وفي خارج المسجد وخارج العبادة إنسان آخر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أتدرون من المفلس؟ قالوا مفلس، مفلس من الإسلام لا بيصلى لا بيصوم. قال لا، من يأتي بصلاة وصيام وصدقة وحج ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وضرب هذا وأكل مال هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذت من سيئاتهم ثم طرحت عليه ثم طرح في النار والعياذ بالله. وأكبر دليل وإحنا في شهر القرآن، تدبر كده القرآن، أول ما تجي صفات الإيمان صفات المؤمنين في القرآن كلها لا تجد أن يعني هناك تلازم بين الأخلاق وبين العبادات. اقرأ كده سورة المؤمنون، مش بتتكلم عن صفات المؤمنين؟ اقرأ كده بسم الله الرحمن الرحيم، قد أفلح المؤمنون الذين هم بعدها إيه؟ والذين هم عن اللغو معرضون، ده أخلاق، بعدها عبادة، والذين هم للزكاة، بعدها والذين هم لفروجهم حافظون. وكأن الأخلاق مع العبادات لا تنفصل ولا تنفك حتى في القرآن وهو يتحدث عن العبادات. تعالى عندما أراد الله أن ينسب صفوة الخلق والعباد إلى نفسه وقال وعباد الرحمن، قال اللي بيصلوا اللي بيزكوا بدأ بإيه؟ بالأخلاق، لأن الأخلاق هي ثمرة ونتيجة للعباد. فلما لقي عندك أخلاق يبقى معنى ذلك من باب أولى عندك عباد. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والناس دلت بتصلي في المسجد برضك، والذين يبيتون لربهم سجدا وقيام، والذين يقولون ربنا اصرف عنا، إلى آخر الآيات. ستجد هناك تلازم بين العبادات والأخلاق حتى في صفات المؤمنين. يبقى أول هدف من الكلام عن الأخلاق إن هي جزء من الدين، رقم اثنين ما يبقاش عندك انفصام في الشخصية، أنت عابد صاحب أخلاق حسنة على طول الخط. رقم ثلاثة إن إحنا نبقى أقوام عمليين. يا أخوانا ما أيسر وأسهل إن الناس يتكلم، تقول لواحد تيجي تقول الحديث يكمله معاك، الآية يكمل معاك، كم خطبة حطر وكم حديث خطر وحافظ أشياء كثيرة جدا، لكن كم منها طبق؟ يعني كلنا عارفين الدعاء وإحنا داخلين المسجد، عارفينه ولا مش عارفينه؟ لكن كم واحد بيقوله؟ عارفين إن إحنا دعاء دخول المنزل، عارفينه ولا مش عارفينه؟ كم واحد بيقوله؟ عارفين الدعاء وإحنا بنلبس الثوب، كم واحد بيقوله؟ ولذلك أصبح إحنا قوالين، لا عاوزين نكون عمليين. لما سئلت السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها كيف كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت كان قرآناً، مش حفظه، مش صوته حلو فيه، مش قاعد بيختم ختمة في رمضان، يمشي على الأرض، سلوك وعمل. إذا تلت هدف أو تلت هدف من الأخلاق إن إحنا نبدأ نطبق الأخلاق الحسنة مع الناس في المسجد في الشارع في العمل مع الزوجة مع الأولاد مع الجيران وهكذا. رقم أربعة من أهداف كلامنا عن الأخلاق دي إن أنت في الأخير أنت داعية إلى الله، في الأخير زي ما قلنا تبليغ دعوة الإسلام هي وظيفة كل المسلمين. طب أنت عشان تبلغ الدعوة لابد أن تكون صاحب أخلاق حسنة وإلا لن يقبل الناس منك. وهذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، الواحد يبقى ماسك سيفه وراح يقتله يقول فلما رأيت وجهه عرفت أنه وجه أنه غير وجه كذاب. مش معقول أبدا أن هذا الرجل يكذب بأخلاقه بسمته. واحد يجذبه، واحد يقول له أعطني حقي فإنكم يا بني عبد المطلب قوم مطل، ويصفح عنه ويعفو عنه، بل
ويزيده جزاء ما روعه عمر. إذن الشاهد أنت لما تكون صعب، كان النبي صلى الله عليه وسلم يلقب حتى قبل البعثة بماذا؟ الصادق الأمين. فعشان كده الناس ومع ذلك آذوه، فما بالك إذا كان الإنسان كذاب خائن هيعملوا فيه إيه؟ فأنت تريد أن تبلغ الدعوة لابد أن تكون صاحب أخلاق حسنة. ولذلك لما الناس الكفرة جاءوا بغلظتهم للرسول يقوم ينبهر بأخلاقه، يقول والله ما كان على وجه الأرض وجه أبغض إلي من وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي. بعضهم لما يرى عطف وشفقة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هو بدع كده، اللهم ارحمني وارحم محمداً ولا ترحم معنا أحد، لأنه هو لما قال يبول في المسجد أمه هيضربوه، لكن الرسول قال لا سيبوه وتلطف معه، فحب يدعي دعا لنفسه للرسول ولا بدهم بلاش هم. الأخلاق تجذب الناس. لما في موقف آخر قال فبأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم ما ضربني، لما بل في المسجد، ولا قهرني ولا نهرني، ولكن قال لي إنما هذه المساجد بنيت لكذا وكذا وكذا. آخر يأتي يقول يا قوم أسلموا فإن محمداً يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. لما جي أسلم وهم طبيعتهم ماديين يحبوا المادة، فادلهم ادلوا غنماً بين جبلين فرضي، فيقولهم الحقوا أسلموا، ده اللي هي أسلم محمد سيعطيه عطاء، وإذا هو راجل جواد كريم عنده أخلاق الكرم عشان نستقبل عليه. كيف تقبل عليه وإنت بخيل عنهم؟ إزاي هتقول له تعالى أعزمك ومش وما عندكش كوبايه شاي ولا كوبايه كافيه؟ مش هينفع. لما يأتي الصحابي ويقول والله ما زال محمد يعطيني وأنا أبغضه حتى أحببته من قلب، يعني هو بيديله وهو يبغضه ويفضل يديله يديله ويعطيه حتى يحبه و يعني يكون أحب الناس إلى قلبه. حتى أننا أحدهم يأتي ويقول جئتكم من عند خير الناس. لما جه النبي كان نايم تحت شجرة ومعلق السيف، فقام جاي الرجل مسك السيف هذا الكافر وقال له من يمنعك مني الآن يا محمد؟ قال الله. فيبست يده وارتعد يده وقع السيف، فأمسكه الرسول وضع على رقبته، من يمنعك مني الآن؟ قال كن خير آخذ. قال قد عفوت عنك. يقوم الرجل بعد شوي يمشي ويجي يشهد أن لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله، ولم ده أنا جيتكم من عند خير الناس، ده كان السيف في إيده على رقبتي وتركني. أخلاق فتجعل الناس يقبلون على هذا. ولذلك أنا آسف للإطالة، كيف ينظر لنا العالم الغربي كمسلمين؟ وإحنا عاوزين نقول إن الأخلاق جزء من الإيمان، نطبق الأخلاق عملياً على الأرض، إن هذه الأخلاق لا يكون عندنا انفصام في الشخصية، أنا صادق على طول الخط مع المسلم وغير المسلم، أنا إنسان أمين مع المسلم وغير المسلم، وكذلك وأنا ببلغ الدعوة أكون صاحب أخلاق. الأوروبيين ينظرون للمسلمين معذورين، صورة الإسلام مشوهة عندهم بسبب تصرفات بعض السيئين من المسلمين وبسبب التشويه الإعلامي بالليل والنهار. إحصائية من 10 سنوات في ألمانيا عملوا شريحة على الناس غير المسلمين من الألمان، كيف تنظرون للإسلام وهو مفهوم الإسلام عندكم؟ قالوا الإسلام هو اضطهاد المرأة وهو التطرف والإرهاب. 75% من الذين سئلوا هذا السؤال قالوا الإسلام عبارة عن عنف ضد المرأة وتطرف وإرهاب. 25% فقط، الربع، قالوا لا هو الإسلام في بعض الأشياء كويسة وبعدها غير منضبطة، وفي بعض المسلمين ملتزمين وبعضهم غير ملتزمين. إذن أصبح قدامك الآن 75% من المجتمع اللي أنت عايش فيه يعلم أو يعرف الإسلام خطأ،
فكيف يعرفه صوابا؟ هيجي معنا قيام الليل ويعتكف في المسجد العشر الأواخر ويسمع لخاطرة الفجر من الشيخ خالد؟ أبدا. ده وانت بتمر من التلبانة بتحط الكرت ولا لا؟ هي دي الدعوة. وانت بتبيع وتشتري وانت يعني سلوكك في النظافة في احترام إشارات المرور في كل هذه الأشياء، تمام؟ ولذلك إخواننا مطلوب مننا إن احنا نتحلى بهذه الأخلاق. واحد من الناس يقول لي طب يعني أنا عندي بعض الأخلاق السيئة، هل ممكن أنني الأخلاق تكتسب؟ أنا ما كنت الصادق ممكن أتعلم الصدق؟ نعم، لو لم تكن الأخلاق مكتسبة أو الإنسان ممكن يطور من نفسه في الخير ما كان ربنا أرسل الرسل أصلاً ولا أنزل الكتب. هو رسول جاي عشان يصلح وجاي عشان يربي. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما العلم بالتعلم والصبر بالتصبر، ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنه الله. فأنت لابد أن أنت تبدأ تغير من نفسك وترتقي إلى الأفضل. ولذلك قال الله وذكر فإن الذكرى تنفع، إلا هياخد هذه الذكرى ويبدأ يطور من أخلاقه، هذا دليل على الإيمان. ويقول لك أكبر دليل على هكذا انظر للنواة والنخلة. يا الله، النواة كلكم أكلين تمر وفطرين على تمر، النواة قد إيه؟ عقلة أصبع. والنخلة قد إيه؟ كم متر؟ هي النواة دي أصبحت نخلة. يعني أنا ممكن يكون عندي خلق ضعيف جداً جداً وممكن أربه ورعاه لما يبقى أكبر. فلذلك الأخلاق تكتسب وممكن للإنسان أن يصل إليها بالتدريب العملي ومقاومة النفس وأيضاً بالبيئة الصالحة. اوعى تفكر وانت قاعد مع أصدقاء سوء هتبقى إنسان صالح، أبداً. بالضبط عامل زي اللي واقف في أرض وحل وطين عاوز يغسل رجليه. اللي عاوز يغسل رجليه وينظف يعمل إيه؟ يطلع من الوحل والطين ويغسل. لكنه واقف في وسط الوحل والطين، طب غسل رجليه وبقت نظيفة جدا اليمنى، ها عاوز يغسل الشمال يوم حاطط اليمين في الطين يغسل الشمال وتبقى نظيفة جميلة زي الفل، عاوز يخرج يحطها في الطين. طول ما انت في داخل الصحبة السيئة وقاعد واخدهم مثلك الأعلى وبتحاول تقلدهم ويؤثرون فيك ولا تؤثر فيهم، يبقى لم ترتقي بأخلاقه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. ولذلك هناك بعض الناس يقول لي طب أنا والله مانيش عارف إذا كان أخلاقي فيها شيء خطأ ولا لأ، كيف أتعرف على عيوب نفسي وهل أنا عندي أخلاق سليمة أم لا؟ رقم واحد، أخوك وصديقك الصالح المؤمن، المؤمن كاليدان تغسله إحداهما الأخرى، والمسلم مرآة أخيه المسلم. فيبقى أنت أخوك الصالح وقت ما يلاقيك على خطأ هيحذرك ويقول لك هذا حلال هذا حرام هذا خطأ. رقم اثنين، عدوك دايما، عدوك لما يلاقيك على غلط يقول لا شوف اهو بيعدي بالتنلبان وما حطش الكرت، هذا يا عم الدين اللي بيقولوا عليه. فدايما العدو هيتصيد لك الاخطاء فتعرف ان ده العيب عندك. اذا تعرف عيبك من صديقك اللي ينصحك ان انت عندك عيب، او عدوك، لان عدوك مش هيمدحك بل سيذكر العيب فيه. رقم ثلاثة، من سماع المواعظ والدروس وهذه الأشياء التي تربي النفس. رابع حاجة وأهمها، أن تدرس أخلاق المعصوم صلى الله عليه وسلم الذي جعله الله أكمل الرجال وأكمل الأخلاق، وجعله الرسول جعله الله عز وجل أسوة للعالمين. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بل محمداً صلى الله عليه وسلم كان يتأسى ويقتدي بالأنبياء، قال الله له أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. ولذلك يتأسى
في الصبر على المرض بسيدنا أيوب، بأنه يكون غني شاكر بسيدنا سليمان له الملك وهو نبي مرسل، وهكذا. إذن أيها الأحبة، يعني لضيق الوقت يجب علينا نجمل الكلام. أنا هكون سليم العقيدة وصحيح العبادة، ولا بد كذلك أن أكون متين الأخلاق. متانة الأخلاق بأن يكون عندي يقين أن الأخلاق جزء من الإيمان، وألا يكون عندي انفصام في الشخصية فأتعامل بأخلاق مع قوم دون قوم. فالإنسان كل حياته عبادة وكلها أخلاق سليمة لله. رقم ثلاثة، أن الإنسان، رقم ثلاثة إيه؟ حد ذكرنا؟ إحنا قلنا جزء من الدين، وقلنا ما يكونش عندنا انفصام في الشخصية. لا نرجع تاني نجيبها. احنا قلنا اربعة، انا فاكر الرابعة بس التالتة عاوزين نجيبها بالترتيب. قلنا التالتة وهي، اللهم صل على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. اول حاجة ان احنا يكون ان احنا نكون قوما عمليين، يعني نطبق. مشكلتنا ان احنا عارفين وحافظين لكن ما بنطبقش. يبقى جزء من الدين ما يبقاش فين في صنف الشخصيه، نطبق بالفعل على واقع الارض. رقم أربعة، تكون صفاتنا كاخلاق للدعاء، لان احنا هندعو الناس للاسلام فلا بد ان تكون اخلاقنا كذلك. ولهذا القوم وهذه البلاد هناك عندهم صورة مشوهة من عن الإسلام، فواجبنا أن احنا نصحح الصورة. أنا عندي عيب وأخلاق سيئة أم أخلاق حسنة؟ ممكن أحول السيء إلى حسن؟ نعم، زي ما النواة تصبح إيه؟ نخلة. أخيرا، أنا كيف أعرف أن أنا عندي عيوب؟ إما أخوك المسلم الصالح ينصحك، أو عدوك يذكر عيوبك، أو أن أنت تسمع المواعظ والأحاديث التي ترغب في الأخلاق، ثم أخيراً أن تتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، ويصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، وأعمالنا من الرياء. اللهم اجعلنا ممن يقولون فيعملون، ويعملون فيخلصون، ويخلصون فيقبلون. اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.